رمضان السيد واحد من المواهب التي شهدتها الكرة المصرية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. كان لاعباً لا يشق له غبار، موهوب وهداف وصاحب تسديدات قوية يعجز عن التصدي لها أقوى الحراس. رمضان عاود يشوف الجول وغير رأيه وشوف الجول، كرة جامدة، الجول الثالث للنادي الأهلي. بدأت مسيرته خارج النادي الأهلي في التصنيع، ودفعه عشقه للأهلي إلى تفضيله على كل العروض التي وصلت إليه، ومنها المنافس التقليدي الزمالك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع له. ومع الأهلي كانت له صولات وجولات ومشوار طويل مع كرة القدم. كان لاعباً له بصمته الواضحة مع الأهلي والمنتخب الوطني في مناسبات كثيرة. هو تيجان الكرة المصرية الحقيقي، فهو النسخة الثانية من النجم الفرنسي الشهير ذي الأصول المالية، والذي كان يجيد اللعب في مركز الوسط المحوري، وكان يحمل نفس رقمه ونفس الستايل في اللعب. كان مبهوراً به في كل شيء، وأقرب لاعب مصري إلى طريقته. اعتزل رمضان السيد الكرة مبكراً بسبب الإصابة، وفي التدريب كانت له صولات وجولات مع فرق كثيرة، وحقق نتائج مبهرة، وقدم للكرة المصرية العديد من النجوم والمواهب التي لمعت وكان لها دور كبير مع المنتخب الوطني. رمضان السيد تيجان الكرة المصرية، أهلا بك مع المجري على شاشة الأهلي.